احتكاك هو موضوع الفيديو حقنا، وقبل ما نبدأ في الكلام حابين انكم تعرفوا ان احنا بنات اي زينا زيكم محتاجين للحب والاهتمام والكلام الحلو. احنا سوينا الفيديو بهدف التوعية والنصح، ولكن مو يعني انه ما عندنا قلب ومرة من حب. طيب ما نبي نطول في المقدمة، خلينا نخش سيدة في الموضوع. في علم الفيزياء الاحتكاك هو قوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متلاصقين باتجاهين متعاكسين. هتقولوا ايش دخل الفيزياء؟ المهم ما علينا من فيزياء وخرابيطه، خلينا في موضوعنا. نقصد بالاحتكاك الانفتاح الزايد بين البنت والولد بحجة الصداقة والأخوة والحب، وتحته مليون خط. كيف بيحصل ده الاحتكاك؟ تبدأ بإضافة سواء في تشات، في بي بي، فيسبوك أو ترقيم وغيره وغيره، طرق وسائل لا تعد ولا تحصى. بداية حتقولي عادي أكلم زي أخويا، كلمة الأخ دي هي أكبر غلط، أسهل خدعة من خدع بيها أنت هو، لأنه ما في علاقة أخوة بين بنت وولد غريبين. حطي دا الشيء ببالك، وحبة حبة تجي المحبة. ولو افترضنا انك كلمتي زي اخوك تسأل عن احواله ويسأل عن احوالك، تحكي له يوميا تفاصيل يومك وحياتك، فين رحتي فين جيتي وايش سويتي، مع مرور الوقت بتتطور علاقتكم ويحصل تجاذب بينكم، عجبك وحبيتي وحسيتي غير عن كل الشباب وتعودتي عليه. ولما تجي تعترفي له بحبك وقتها حيقول لك انت زي اختي. يا لم الله كيف شعورك وقلبك بعدها. فينا حنقول لك مو احتكاك. طيب حتقولي لو كان الحب من الطرفين، وزي ما أعجبت بيه أعجب بيه، وزي ما حبيته حبني، أوكي حبيته بعض بالأيام والشهور والسنين، شفتيه وشافك، كلمتيه وكلمك، خرجتوا مع بعض. طيب وبعدين إيش نهاية ده الحب؟ إيش نهاية دي العلاقة؟ لا تقولي زواج، مستحيل. لا تخلي الحب يعميكي وتصدقي شيء مو موجود في زماننا. حيوعدك في البداية وبعدها بيطلع لك ألف عذر ويتهرب من موضوع الزواج. خليني أكمل دراستي أول وأكون نفسي، عندي مشاكل عائلية في البيت، بروح في بيت لو أرجع أخطبك من أهلك، أهلي يبغون البنت عمي وغيره وغيره. صاروا يتفننوا كمان، وانت المسكينة ما في غير تصدق ويروح نص عمرك وانت تستنيه، لدرجة في بنات يرفضوا من يتقدم لهم ويستنوا الحبيب لما يجي يخطبهم وهو ولا على باله أصلا. فهنا حنقولك طيب عشان ما نظن كل الشباب، في شباب يحبوا من جد وينو الزواج من جد وما يلعب عليك، تحبيه ويحبك، انت تبيه وهو يباكي، وما تقدر تسيبوا بعض بس تيجي الظروف وتوقف في وجهكم. الظروف وما ادراكم الظروف دي الكلمة اللي كسرت قلوب كثيرين وكثيرين. اول شيء يخطر على البال الاهل. امك ولنت ولدي اذا بتاخد دعيوها قلبي بيضل شايل عليك لين يوم القيامه. انا ماني راضي تتزوجين حمدي هذا، تبي تتزوجين غصبا علي كيفك، اخذي ابوك وروحي محكمه. لكن سمعي من تطلعي من الباب هذا تنزلي من الفم، سمعتي ولا لا؟ امك ما هي موافقه، ابوكي ما هو موافق، امه وابوه. وطبعا صعب صعب ومستحيل احد منكم يفكر يتزوج واهله مو راضين عنه، وتضطروا تسيبوا بعض وتنسوا بعض، وبالأصح تتناسوا وتتعذبوا وتبكوا وتنكسروا، وما يحتاج نكمل من العذاب والآه. ونجي تاني نقول لك طيب عشان نكون واقعيين، في ناس من أرض الواقع تزوجوا عن حب وما ننكر ده الشيء، بس في بعض الأزواج، البعض مو الكل، بعد ما يتزوج اللي حبها يقوم يشك فيها. معقول ده الكلام؟ ايوه معقول. في أزواج يفكروا ويقولوا زي ما تعرفت علي من قبل ممكن تتعرف على غيري دحين، وسلامة الطيبين المتزوجين عن حب المتفاهمين المتحابين ولاقين في بعض. طيب انت ليش تحوجي نفسك لكل ده؟ ناوي عذاب؟ ناوي بكى ودموع؟ ناوي جروح وآلام لقلبك الضعيف؟ ايوه قلوبنا احنا البنات ضعيفة ورقيقة، وارق شي في الدنيا تصدق اي شي وتبكي على اي شي، بس سبحان الله ده الشي اللي ميزنا احنا البنات. ربنا ميزنا بعاطفتنا الجياشة، قلوبنا الرهيفة وحاسيسنا الرقيقة اللي المفروض ما نصرفها لأحد غيره ومنحب أحد غيره. نحب الله ونعبده، نحب رسولنا نتبعه، نحب أهلنا وصحباتنا نهتم فيهم وننبسط معاهم، وأهم شيء نحب نفسنا ونطورها وننجز في حياتنا ونجتهد في دراستنا ونطمح ونحلم ونترك بصمة في مجتمعنا. سيبيكي من قصص الحب والعشق والهيام وبعد عنها، سيبيها عشان نفسك، سيبيها عشان تحافظ على قلبك ويبقى أبيض وصافي وسليم ومو مجروح. وقبل كل شيء سيبيها عشان ربك. انت لما تسيبي قصص الحب عشان ربك وانت قادرة عليها وتقامي وتصدي عن كل أنواع الاحتكاكات اللي بتجيكي وتحافظ على نفسك وقلبك،
ربك حيعوضك بحب أكبر، بحب أطهر، بحب حلال، لأنه كل شيء وله وقته. الحب اللي تحتاجيه حيجيكي، والله حيجيكي، حتحبي وتنحبي، حتعشقي وتنعشقي، بس بالحلال. وما في أحلى من الحلال. طيب حتسألي نفسك، يا ترى الحب اللي أنا استناه حيكون زي ما أنا متوقعته؟ الحب اللي استناه حيكون حلو ويستاهل لي؟ الحب اللي أنا استناه يستاهل إني استناه؟ مو أنا اللي حجاوبك، الآية دي هي اللي حتجاوبك. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ربنا سبحانه وتعالى قالها في كتابه، الطيبون الطيبات. دامك طيبة في نيتك، في كلامك، في أحاسيسك وأفعالك، هيجيك واحد طيب يستاهلك ويحبك. في دراسة ميدانية لأستاذ فرنسي، النتيجة كانت الزواج يحقق نجاح أكبر إذا الطرفين ما حبوا بعض من قبل. في دراسة ثانية اتطبقت على 1500 أسرة، كانت النتيجة إن أكثر من 75% من حالات الزواج انتهت بالطلاق، بس نسبة الطلاق كانت أقل من 5% في الزواج التقليدي.